عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شارع الاحتكار. اليوم باش نفسر لكم علاش كيجي واحد يحكي لكم على رقمنا اعرفوا راهو اللي ما فما حتى شيء وانه راهو في تونس مش باش تقوم لنا قائمة. اكثر سيرفيس ضروري باش نحكيو على رقمنا هو السيناتور الكترونيك. شنو هو السيناتور الكترونيك؟ باش نكونوا واضحين ساعك السيناتور الكترونيك ماهوش سكان نتاع صحة عادية. لا، هو سويت تاع نوامر شيفراج نتاع دوكيومون اللي خلينا نثبتوا من الهويه نتاع الشخص ومنه الوثيقه اللي مربوطه بالشخص هذا ما صارت لها حتى موديفيكاسيون. وفي تونس السيناتور الالكترونيك عندها نفس القيمه القانونيه هي والتصحيح العاديه، وهذا يتسمى مكسب لينا وهي حاجه هيله برشا. ثم برشا دي سيرفيس وشركات يستعملوا سيرفيس هذا كيما البنوك ليزاسيورونس، ولا مثلا تحب تخلص الاداءات نتاعك، ولا تحب تخلص تي ان اس اس. من الاخر اي حاجه تتلز انك تعمل فيها تصحيح عاديه تولي تجم تعملها من دارك بالسيناتور الالكتروني، والشيء هذا ينحي الباباس ويسهل لنا حياتنا. في تونس فما شركه برك تعطي لي سيرتيفيكا الكترونيك هذوما اللي هي لان سي اجانس ناسيونال دو سيرتيفيكاسيون الكترونيك، شركه عموميه 100%. عاد احنا في اليرت حابين نمشيو نثبتوا عليه فما شركه برك. هبط قانون 2083 اللي هو جاء يفسر اش معناها السيناتور الالكترونيك، وش معناه سيرتيفيكا الكترونيك، وجاي باش ينظم المبادلات الالكترونيه، وزاد خلق واسس لان سي او اللي كيما مش نشوفه هي الفاتق الناطق في السيكتور هذا. جاي في الفصل 11 قال باش تجم تخدم في الدومين هذا لازمك اوتوريزاسيون ترخيص من عند لان سي او، ولازمك تحترم كايت شارج معين. الحقيقة متاع ربي مشينا ثبتنا فهمتني الكايت شارج هذا، لقينا انه جو فسفس ما في حتى شيء غريب أبار نقطة واحدة مش نرجعوا لها بعد شوية. مرحلة ثانية مشينا نثبتوا شنو هو الدور متاع لان سي او، لقينا انه الدور متاعها حاجة الأولى انها تعطي لي زوتوريزاسيون للشركات باش تدخل في الدومين هذا. الدور الثاني متاعها انها تعمل لوديت للشركات هذه وانها تثبت انهم قاعدين يحترموا في الكايت شارج ويحترموا في دي نورم تكنيك معينين. والدور متاعها الثالث انها هي بيدها تخدم في الميدان هذا وتعطي لسيرتيفيكا الكترونيك، ومن هنا بدينا نشمو في الخنان. اي عاد هو مش نفاجئكم ونقول لكم انه من عام 2000 للتو ما تعطات حتى اوتوريزاسيون والشركه هذه تفلح وحدها في السيكتور. وكما علمتكم قبل المونوبولي ولد البهامه والتصديقه والسيرفيس الحموم، تتصوروا انتم السي ان اس اس، سي ان اس اس تتشكى منهم والسيت نتاعهم نهار كامل طايح وماهوش سيكوريزي. نسيت المونوبول زاد يولد اتبوريب. هوش نعطيكم مثال بسيط، تتفكروا في كورونا وقت اللي تسكر الدنيا كونفينمون برشا شركات وخاصة الكابينيه نتاع الكونتابليه ولاو يستعملوا في السيرفيس نتاع التيلي ديكلاراسيون نتاع الدوله، ولاو يخلصوا الاداءات نتاعهم اون ليني ويستعملوا سيرفيس تاع لان سي او. عندك الدي جي جو والاي دي تراست. الدي جي جو كان بلاش ولا ب 25 دينار، والاي دي تراست كان ب 90,000 ولا ب 350,000. هذا شي يسميوه مش بوريبه. فما العديد والعديد من الشركات ودي ستارت اب حبوا يدخلوا في الدومين هذا يخدموا على رواحهم. عباد سيبت مناصبها في شركات البرة وجات لتونس، 5 سنين و6 سنين ديفلوبمون تاع سيرفيس معناها يخدموا على رواحهم، شهريات تاع ديزانجينيور ماشيه، حضروا في الدوسي نتاعهم وراقيهم مريقله كايت شارج مريقل، يمشيو لاين سي يقول لهم بالله خلينا نخدموا معاكم، ايش يقولوا لهم؟ ارجع بعد 3 شهور. كل مره يطلعوا لهم طلعه ويستعملوا في الفصل 22 تاع الكايت شارج تاع 17 جويليا 2001 اللي شنو يقول الفصل هذا؟ يقول انها الاداره عندها الحق تطلب منك اي ورقه تشوفها صالحه. ايو هاكم فهمتوا اللعبه، الفصل هذا يستعملوه ويتكاوا عليه باش يجيبوك اورجو. نتصور انكم لاحظتوا ان الحكايه هذه تعادت في برشا فيديوهات. تجي الدوله بحسن نيه ولا لا تخلق اورجان ولا شركه تقولها راك انت مش تجي تنظم السيكتور هذا، مش تعطي رخص ومش تخدم فيه زاد، يعني تخلق شركه هي تقول شكون الكونكورون بتاعها وشكون عنده الحق يخدم وشكون ما عندوش الحق يخدم. ومن بعد يبداو يتبكاو ويتغبنوا ويقولوا كيفاش القطاع هذا ما فيهش مبادرات وما فيهش تطور وما فيهش خدمه، ويحبون نغنيو وراهم تونس بلد الرقمنه، تونس 2020، تونس 2050، وعاد كبير نغنيو تونس 80. والله الدوسي هذا حمم لي قلبي، خليني نخمم ونقول علاش تو الشركه هذه عموميه 100%، يعني لا ثم لا اكسيونير لا والو. علاش يا رسول الله اللي يخدموا غادي الشهاره اللي شهريتهم مش تبدل يحبوا يسكروا على المنافسين نتاعهم؟ شنو ربحهم؟ عليه حمولهم في حياتهم ويحمولنا في حياتنا احنا زاده. راهو لازم نعرفوا انه رقمنا هي الحل باش في تونس نجموا نتطوروا ونحاربوا الفساد. كان ماناش نسيبوا السيكتور هذا ماهيش باش تقوم لنا قائمه. خممت خممت وما لقيت كان اكسبليكاسيون واحده،
ريتو في تونس المواطنين ما عادش معبرينها الإدارة، ما عادش عاطينها قدر، والكلنا نخمو كيفاش نعملوا أقل كونتاكت معها ممكن. وهما الحل الوحيد اللي لقاوه باش يخليوا رواحهم قيمة وقدر ويخليوا في ديهم شوية بوفوار انهم يسكروا على رواحهم ويخنقونا. جايزة ريع الأسبوع الجمعة هذه نعطيوها للـ NCE ومجلس الإدارة متاعه الكل. مبروك وبرافو عليكم.